السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. الفيديو ده هيكون تكمله للفيديو اللي فات. المذر بورد دي اشتغلنا فيها قبل كده واشتغلنا على دايره الرامات. طبعا فولتيه المين بتاعتي دخلت على خط الرامات اللي هو الواحد واتنين من عشره، والكلام ده سبب لي في تلف الانتجريتد ميموري. اشتغلنا على دايره الرامات في البدايه وغيرنا الاي سي بتاعنا اكتر من مره، وبعد كده عزلنا الرامات الداخليه، والمفترض في الوقت الحالي ان المذر بورد دي تشتغل على الرامات الخارجيه. ولكن احنا قلنا المره اللي فاتت ان ممكن يكون في احتماليه عندي لتلف الميموري كنترول بسبب وجود خط المين او شورت بين خط المين وخط الواحد واثنين من عشره. وطبعا جربنا المذر بورد دي المره اللي فاتت على الرامات بتاعتنا الخارجيه، ولكن للاسف نفس نتيجه السحب. ولكن اللي احنا ما جربناهوش المره اللي فاتت، احنا قلنا ان الخط الواحد واثنين من عشره بيغذي معايا الرامات الداخليه الميموري كنترولر والرامات الخارجيه. الكلام ده معناه ان في احتماليه عندي لتلف الرامه دي، تمام؟ طيب خلونا نجرب المذر بورد دي بتاعتنا مره تانيه، وفي الوقت الحالي انا ملاحظ حراره شديده جدا جدا على الشرائح الخاصه بالرامات. خلونا كده نشوف مع بعض الكلام ده بالكاميرا الحراريه. احاول بس ان انا اوضح لك صورة شوية، وزي ما احنا شايفين في حرارة هنا، حرارة هنا، حرارة هنا. الشرايح بتاعت الرامات تقريبا كلها فيها درجة حرارة عالية، تمام؟ والكلام ده معناه ان بنسبة كبيرة جدا ان خط الميم بتاعي لما دخل على الواحد واتنين من عشرة حصل عندي تلف في الرامات الخارجية. خلونا كده نجرب رامة تانية مع بعض، ونبتدي ان احنا نشغل المذر بورد بتاعتنا باور. واحنا ملاحظين اولا السحب اختلف، السحب دلوقتي دايناميك. و اخيرا زي ما احنا سمعنا دلوقتي من خلال تيستر اليو اس بي، الحمد لله المذر بورد بتاعتنا اشتغلت. ولكن طبعا احنا خسرنا في الحاله دي الرامات الداخليه، كمان خسرنا في الحاله دي برضو الرامات اللي هي بتركب معايا على السلوت ده. ولكن الحمد لله لحسن الحظ، ودي تعتبر معجزه، ان الميموري كنترولر داخل المعالج ما تاثرش معايا، والحمد لله المعالج نجا من الموضوع ده، تمام؟ طبعا الموضوع ده مش دايما بيحصل، في معظم الحالات بيحصل تلف معايا في الميموري كنترولر او كل المكونات اللي بتكون موجوده معايا على الريل اللي فيه مشكله ده، كل المكونات دي بيحصل لها عمليه تلف. ولكن الحمد لله في المذر بورد دي لحسن الحظ ان التلف جه معايا في الرامات الداخليه والرامات الخارجيه فقط، والحمد لله المعالج بتاعي قدر ان هو يجتاز الموضوع ده بنجاح. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، ويا ريت ما ننساش أهلنا في غزة من الدعاء.